السلام عليكم ورحمة الله. أتقدم بكل الشكر والتقدير لشبكة إعلام المرأة العربية وعلى رأسها الدكتور معتز صلاح الدين، تقديرا لدوره ودور الشبكة في إحياء ذكرى ميلاد الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله، رائد علم التنمية البشرية وعلم البرمجة اللغوية العصبية في العالم، ومؤلف علم ديناميكية التكيف العصبي وعلم قوة الطاقة البشرية، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. أصدقائي الأعزاء، حبيت أشارك معكم بكلمة في الذكرى 70 لميلاد الرجل العظيم صاحب العلم والأخلاق دكتور إبراهيم الفقي، حيث نترحم عليه جميعا ونقول له شكرا. شكرا على كل العلم والحكم والنصائح التي أثرت في كل إنسان لكي يعيش حياة أفضل ويحقق كل أحلامه ويصل إلى السعادة. شكرا على الإرث الذي تركه من العلم والفكر الحضاري الذي ما زال ينهل منه الشباب وتستلهم منه الأجيال كيفية الوصول للأهداف وتطوير الذات والوصول للقمة. وأتقدم بجزيل الشكر لدكتور سيد الفقي شقيق الراحل الدكتور إبراهيم الفقي والحارس الأمين على تراثه وعلمه الذي ما زال يستفيد منه الملايين في كل أنحاء العالم. رحمة الله على دكتور إبراهيم الفقي، وجعل الله عمله في ميزان حسناته، وبارك الله في عمر دكتور سيد الفقي. وشكرا للدكتور معتز صلاح الدين على إحيائه لهذه الذكرى العطرة لهذه الشخصية الفريدة والعظيمة. ولكم مني جميعا كل الشكر والتحية. سالي شريف.